يعد انهيار السودان وعملتها من أكبر التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي. يعود ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، والتي تسببت في تدهور الاقتصاد السوداني وجعل العملة الوطنية تفقد قيمتها بشكل كبير. في البداية، يجب الإشارة إلى أن الاقتصاد السوداني يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، والتي تمثل أكثر من 90% من إيرادات الصادرات. مع ذلك، فإن الحرب الأهلية التي دامت لأكثر من 20 عاماً وانتهت في عام 2005 تسببت في تدمير العديد من البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، وبالتالي فإن إنتاج النفط تضرر بشدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير تغير المناخ والجفاف الذي يعاني منه السودان قد أدى إلى تراجع إنتاج النفط والزراعة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمات الاقتصادية التي يمر بها السودان قد تسببت في انهيار العملة السودانية، وبالتالي انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين، وتضر الأزمة الاقتصادية الحياة اليومية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة بشكل كبير، مما جعل الحياة صعبة على الكثيرين. وتزامناً مع ذلك، فإن السودان يواجه أيضاً تحديات سياسية واجتماعية كبيرة، حيث يشهد البلد احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة وارتفاع معدلات الجريمة والفقر والبطالة. وفي عام 2019، تم الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد احتجاجات شعبية على حكمه الطويل والفساد المنتشر في البلاد. إضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة السودانية أيضاً تحديات خارجية، حيث تعاني البلاد من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والتي تؤثر على القدرة الاقتصادية للبلاد، وتصعب عليها الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات. وبالتالي، فإن انهيار السودان وعملتها يعد تحدياً كبيراً للحكومة السودانية والمجتمع الدولي، ويتطلب جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. يجب على الحكومة العمل على تحسين بنية التحتية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البلاد. يجب على المجتمع الدولي دعم السودان في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية القائمة على البلاد، وتوفير التمويل اللازم للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في السودان. بشكل عام، يتطلب انهيار السودان وعملتها جهوداً كبيرة وتعاوناً قوياً من الحكومة والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. شكراً على المشاهدة ودعمكم المستمر لنا في قناة العسكري. اشتركوا في القناة لرؤية المزيد من الحلقات.